خلينا ابدا باول تغيير ناصر ماهر. هل تفتكر ان ناصر ماهر وخروجه اثر بشكل سلبي؟ على الرغم مثلا من عمار حمدي النهارده كان جيد في وسط الملعب. خلي بالك بس، عايز بس ارجع للنقطه بتاعت بلال. دايما في البطولات المجمعه اصعب مباراه هي مباراه الافتتاح. مظبوط. خاصه لما بتبقى انت بتلعب كمان البطوله على ملعبك. قلنا في عوامل قبل كده، المنتخب الاول على ملعبك بتخسر، بتخرج من الادوار دور ال 16، الشكل العام ما كانش كويس، ففي ضغوط ايضا على المنتخب الاولمبي. الفتره الجايه بقى تكمله الكلام بلال بقى، نطلع من مباراه النهارده بايه؟ الاهم في مباراه النهارده زي مباراه الافتتاح انك تاخد الثلاث نقاط، انك تكسب، تحطك اول المجموعه بتاعتك. تشتغل بقى على المباراه القادمه في بقى؟ النهارده الاداء الجماعي زي ما بلال بيقول ما كانش على افضل شكل، الاداء الجماعي. المستوى الفردي لا، انا اختلف مع بلال فيها. النهارده مهاره مصطفى محمد ما دي مهاره فرديه، كره لما بتتعلق من فتوح الاوفر مش نموذجي ولا مثالي. لا ده بالعكس، سهل للحارس المرمى، سهل للمدافع. لا النهارده مهاره مصطفى محمد الجامب بتاعه انه يطلع ويرتقي فوق الراجل ويحطها، وكمان بيطلع مش بيلعبها، لا ده بيوجهها في زاويه، فدي برضو مهاره فرديه. يعني بلال كان عايز يقول انت النهارده مفروض الضغط عليك اكبر. الشوط الاولاني انت بالعكس كان شكلنا احسن، كان في استحواذ، كان في فرص، الاطراف اشتغلت بشكل كويس. الشوط الاول كان في كرات عرضيه احرزت الهدف في الشوط الاول، فكنا نتمنى الشوط الثاني يبقى عندنا الثقه اكتر، الاستحواذ اكتر، لكن ده جه نتيجه تراجع اللعيبه. انت النهارده كسبان 1 على ملعبك، مباراه الافتتاح عايز تطلع بالهدف بتاعك، فالقلق والخوف بتاع اللعيبه جه شويه من التحفظ من هنا ان اللعيبه رجعت، والرجوع كان بدايه من الشوط الثاني، بدات اللعيبه ترجع، الاطراف تمركزت في النواحي الدفاعيه بشكل اكبر، فعشان كده ما كانش لينا خطوره طوال ال 45 دقيقه الشوط الثاني. لكن طلعت بمجمل المباراه بالفوز اللي انت كنت بتسعى له. ناصر ماهر طبعا تغيير اجباري في الدقيقه 14 في بدايه المباراه، على ما اعتقد يعني زي ما سمعنا او كتب ان ممكن يكون عنده خلع في الكتف، اصابه قويه، لسه هنشوف هل هيستكمل مشوار البطوله مع المنتخب ولا لا. نزل عمار حمدي، وعلى ما اعتقد عمار حمدي كمان خروج ناصر ماهر ونزول عمار حمدي فاد المنتخب. عمار حمدي لعيب سريع، لعيب بيعرف يضغط بسرعه في نص الملعب، لكن مش ده مركز عمار حمدي. خلينا نتفق ان عمار حمدي عشان تاخد منه خطوره كويسه لازم تلعبه على الاطراف، الحتت اللي فيها مساحات، لما كان بياخد الكوره وبيخترق بسرعته شفناها كذا مره، كان بيعمل خطوره عمار حمدي في الشوط الاول لما عدى بالراجل وعملها بالعرض، الكره الثانيه اللي خدها في الشوط الثاني، لكن مش هو ده مركز عمار حمدي ان هو يبقى في نص الملعب جنب اكرم توفيق. انت بتفقده قوته او خطورته اللي انت عايز تستغلها في النواحي الهجوميه، فانت النهارده في النواحي الدفاعيه انت بتفقد خطوره عمار حمدي، لكن عمار حمدي كمجمل ادى الدور المطلوب منه في حدود الامكانيات او في حدود المركز اللي لعب فيه. تغيير عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد، واحنا قاعدين بنتفرج قلنا صلاح محسن يخرج وينزل لعيب نص ملعب يقدر يحافظ لك على الكوره شويه، يعمل التوازن في نص الملعب ويعمل لك عمليه السيطره واستحواذ على الكوره اللي احنا يعني مش قادرين نمسكها الشوط الثاني. باصابه مصطفى محمد وعلى ما اعتقد طلع للجهاز قال لهم يعني عندي اجهاد في السمانه او شد في السمانه، فالكابتن شوقي غريب راح حاطط صلاح محسن هو المهاجم ونزل عبد الرحمن مجدي عشان يملى بيه نص الملعب، وبدا برضه يشتغل على الكرات الطويله السرعات بتاع صلاح محسن. هي دي التغييرات اللي عملها الكابتن شوقي، على ما اعتقد ما كانش في تغييره ثالثه للمنتخب، حافظ اكتر. الشوط الثاني ما ظهرناش احنا بالشكل المطلوب، اللعيبه زي ما بقول لك تحفظت بشكل دفاعي، الباكين اللي كانوا في الشوط الاول قاموا بشكل يعني هجومي افضل من الشوط الثاني كانوا بيزيدوا، شفنا في كرات كتير عراقي بيروح ناحيه اليمين ويعمل كره عرضيه، شفنا فتوح بيروح ناحيه الشمال ويكمل في الكرات العرضيه. الشوط الثاني يعني رجعنا ان اللعيبه عايزه تحافظ على المكسب كنت فتح، وده طبيعي. النهارده انت في اول مباراه، وقلنا اول مباراه هي عنق الزجاج، هي عنق الزجاج بالظبط، انت كسبت تديك دفعه بنسبه كبيره ممكن توصل خلاص قبل النهائي، لا قدر الله حصل حاجه تبدا بقى ثقه اللعيبه تبدا يحصل عندك مشاكل، وكمان المكسب هيجيب لك الجمهور المباراه الجايه ان شاء الله. يعني المباراه الجايه النهارده التواجد الجماهير او عدد الجماهير مش كبير، خاصه البطوله على ملعبك او المباراه اللي افتتحها على ملعبك، المكسب ممكن يجيب لك الجمهور المباراه الجايه ويخلي الناس تلتف اكتر حوالين المنتخب الاولمبي.